هذا اللقاء ديال البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية عبر العالم كان فرصة باش يكون محور حول الآليات وديال حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في العالم. كانت تجارب عدة، أنا استعرضت التجربة ديال المغرب في العدالة الانتقالية اللي طبعا المغرب الحديث وأيضا التوصيات ديالها والدروس المستخلصة من هذه التجربة كآلية للخروج من ماضي عنيف أو ماضي للصراعات للتقدم نحو المستقبل. تحدثت طبعا عن التوصيات المهمة ديال هيئة الإنصاف والمصالحة واللي هي توصيات كتتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية وأيضا الإصلاحات على الصعيد الاجتماعي والثقافي إلى غير ذلك، واستحضرت الدور ديال الفاعل السياسي في تفعيل هذه التوصيات ولكن أيضا في كل مسارات العدالة الانتقالية. الدور ديال الفاعل السياسي هو دور مهم سواء أثناء إنشاء هذه الآليات ديال العدالة الانتقالية في مواكبتها وأيضا في الدور في تنزيل التوصيات التي تصدر عنها. في إطار هذا المنتدى كنعتبر أنه مهم لأنه أولا هو ملتقى ما بين مجموعة ديال البرلمانيين الشباب، هو أيضا ملتقى لتبادل التجارب والممارسات الفضلة في مجموعة من القضايا الحقوقية كالعدالة الانتقالية اللي كنعتبره المغرب هو نموذج على الأقل في المنطقة ديال الميناء وشمال إفريقيا. أيضا هو كان محط للتحاور ولطرح يمكن قضايا وأسئلة حول بعض الآليات اللي ممكن تعزز وتحمي حقوق الإنسان مثل آلية الاستعراض الدولي الشامل اللي كنعتبروها من الآليات الأساسية وإن كانت غير ملزمة ولكن هي آليات تتيح لنا فرصة على الأقل نحن منظمة المجتمع المدني من جهة لتعبئة مجموعة الضغط مع البرلمانيين والفرق البرلمانية والأحزاب والمؤسسات وأيضا تشكيل مجموعة الضغط في إطار ديناميات مثلا كدينامية عدالة اللي كتحاول دائما تشتغل بتقرير تحاول أن تشرك فيه كل المؤسسات الوطنية وكل الفاعلين حكوميين غير حكوميين من أجل ترسيخ ثقافة الحوار ومن جهة من أجل أيضا الوصول إلى صدقية المعلومات الأساسية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.